المادة 37 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2021، وإن كانت ستحفز أعوان الرقابة وقمع الغش، إلا أن تطبيقها سيطرح عدة إشكاليات في الميدان، فاقتطاع نسبة من المبالغ التي يحصلونها قد يفتح الباب أمام جهات أخرى تحصل الأموال لفائدة الخزينة العمومية لطلب امتيازات مماثلة. بالمقابل نجد يعني أجور توزع لمن يقوم بعملية تحصيل خاصة من موظفي إدارة الضرائب ضعيفة جدا، وبالتالي فعدم تشجيعهم على التحصيل. لذلك أعتقد أنه أيضا من أهم الأجور التي لابد أن تثمن في الجزائر أجور موظفي قطاع الضرائب، لأن لديهم عمل مقدس وطنيا. منح نسبة من أرباح التحصيل يبدو أمرا صعب التطبيق في ظل التشابكات الكثيرة التي تميز هذا المجال، فقد يقود لتعسف في التحصيل ولا عدالة في التطبيق، ناهيك عن المشاكل التقليدية في ظل ضعف آليات التحصيل. تثمين الأجور لابد من إعادة النظر في سياسة الأجور، لأن استخدام الاقتطاع من المبالغ المحصلة قد يحدث نوعا من اللا عدالة بين أعوان الرقابة، كما أنه من الضروري جدا أن يرافق مشروع تثمين الأجور وزيادة العلاوات والتعويضات بمشروع رقمنة القطاع. في وقت حاول معدو قانون المالية التكميلي الجديد إنصاف فئة مهمة وركيزة من ركائز حماية الاقتصاد الوطني، يبدو أن غياب استراتيجية واضحة قد يقود لمشاكل عديدة أثناء تطبيق التحفيزات في الميدان.